فنتعرف على طريقة وكيفية تفعيل تخفيف الشفافية والتمويه. نقوم بالضغط هنا على ضبط الإعدادات، بعدها سوف نقوم بالضغط هنا على إمكانية الوصول، من ثم سوف نقوم بالضغط هنا على تحسينات إمكانية الرؤية، بعدها سوف نقوم بالضغط هنا. وبهذه الطريقة نكون قد قمنا بخفض الشفافية وتمويه. وبهذه الطريقة نكون قد قمنا بحل المشكلة. ولا تنسوا الضغط على زر لايك والاشتراك في القناة ونراكم في فيديوهات القادمة إن شاء الله.